كان شاب في خلافات هو كان شخص وانا كنت في جايب مثال كويس اثنين ورحت المرات القديمه ان انا باخد حته تمرين عندي واديته المرات الجديده صراحة عدوا على تمرينتين لقيته في وضع مثل يعني لقيت معاه واحده في المحل جوه وبتاع والكلام ده بيجي بحكم ان شغال فبس ان انا عدوا لقيته في وضع المثل ده فلقيته قام بسرعه عليه بصراحه جاي بيزق الناس يا ابني ده محلك وقت العيشه ما ينفعش ان انا اتكلم معاه يعني كنت عايز اجيبها ضعيف عندك اجيبها بس انا جاي اقول لك انت قلت لخالتك ام كريم الكلام ده ليه؟ ايه المقصود بيه؟ خالتك معلش عشان الناس دلوقتي خلينا نقعد مع بعض سبت شيل كان معايا سواق توك توك موديني فرح بتاع بنت عمي لما رحت الفرح بتاع بنت عمي ده قبل ما اطلع بقى من عنده بقى سواق توك توك بيقول انت مالك زعلان ليه؟ بقول له والله انا دخلت عدت على كلمتين اللي هو كان قايلهم لي لقيته في وضع مخل جوه